شفتك سمير، شفتك سمير. بعد ما كان واحد من نجوم ولاية بطيخ اختفى، وين راح أموري؟ تعالوا نعرف شنو القصة. وياكم عمر الرياض، نتوكل على الله ونفتح الدكان. أموري بعد ما غادر ولاية بطيخ، الجمهور مو كلش تقبل الموضوع وصار عتب عليه كلش قوي. أنا أعلن انسحابي من شركة ولاية بطيخ وبرنامج ولاية بطيخ بشكل عام، وماكو أي مشكلة شخصية، خلافات فنية تصير بكل العالم، وأتمنى التوفيق لأخوتي وأصدقائي، وأتمنى لهم النجاح دائما، وأكيد راح أكون دائما متابعهم لأن إحنا نجحنا سوا وكلهم أخوتي وأصدقائي، وموت عليهم، أتمنى لهم التوفيق وانتظروني بأعمال جديدة وبشكل مختلف. أخوكم صغير أمير عبد الحسين. وبالأساس أموري هو اللي قرر يترك ولاية بطيخ، يعني مو هم اللي استغنوا عنه، هذا حسب ما قال مخرج ولاية بطيخ علي فاضل، واللي قال أيضا إحنا خسرنا أموري وإحنا ما ردنا نخسره، وقال إنه أموري كلش تغير، يعني أموري بالبداية مو نفسه لما اشتهر، لأن أموري أصلا ما متوقع أن يوصل لهاي المرحلة من الشهرة والنجاح. ويقول علي فاضل شباب ولاية بطيخ كانوا دائما يعتبون علي لأنه أني أنحاز أكثر وأداري أموري، وحتى بعد خروجه من البرنامج بقى تواصل بين أموري وعلي فاضل، لكن هو يعتبر هاي المرحلة انتهت ولازم يعبرها وما راح يرجع ويا الفريق حسب كلام علي فاضل. بعد خروجه من البرنامج اشتغل بمجال الإعلانات، لكن الناس انتقدوه لأن ما ظهر بعدها بأي عمل تلفزيوني ولا شارك بأي مسلسل، واعتبروا خروجه كان جدا غلط. واللي يركز زين يشوف علي فاضل حاول أن يعوض عن أموري بفنان آخر، وجاب الفنان محمد أياد راضي لأنه شخصيته وشكله تقريبا مقاربة لشخصية أموري. نجح محمد أياد بولاية بطيخ، لكن أيضا فترة وانسحب من البرنامج. ونلاحظ الناس وتعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي لليوم يطلبون من أموري أن يرجع للبرنامج. هو أمير عبد الحسين، درس بمعهد الفنون الجميلة، من مواليد بغداد 1994، يعيش مع والدته بعد وفاة والده، وهو من المشجعين المتعصبين الريال مدريد. طبعا درس بمعهد الفنون الجميلة بقسم الفن التشكيلي، وكان يروح يحضر محاضرات قسم المسرح ويشارك بالمحاضرات حال حال طلاب قسم المسرح. الفنان أياد راضي اللي هو تدريسي بمعهد الفنون الجميلة يقول أمير كان مثابر ويسأل ويشارك، وبالأخير اتفاجأت هو مو قسم مسرح وإنما تشكيلي، لكن بعد ما كمل المعهد كمل دراسته كلية الفنون الجميلة. أول تجربة إلى بالتمثيل كانت سنة 2011 لما شارك بمسرحية تخريب ثنائي، واللي كانت مشروع تخرج أبو الهيل، لأن أبو الهيل كان مرحلة خامسة وأموري مرحلة أولى، وبعدها شارك بمسرحية البردة ويا غسان إسماعيل، واستمر يشارك بالمسرحيات وياخذ أدوار جادة إلى أن اكتشف علي فاضل. حضر علي فاضل الوحدة من المسرحيات وكان أموري يمثل دور جاد، وبعد ما انتهى العرض أقنعه أنه هو ينفع بالكوميديا أكثر من التراجيديا، ومن هاي اللحظة بلش أموري بولاية بطيخ، وكان هذا أول مشهد إله بولاية بطيخ. أنت اسمك شنو؟ سيد أنا أمير. بابا مدى أحكي شنو درجتك بالتنظيم؟ اسمك؟ سيد العفو، بس أنا أمير. أموري مثل هذا المشهد وهو ما متوقع النجاح الباهر اللي راح يحققه بهذا المشهد، وكانت هاي اللحظة انطلاقته بعالم الكوميديا، ورغم نجاح الباهر بالكوميديا مع ولاية بطيخ، لكن هو مصر ويشوف نفسه أنه ممكن ينجح بالأدوار الجادة. وحسب ما قال علي فاضل أنه أموري صار ينظر بتعالي على الكوميديا ويشوف أدواره اللي يمثلها أقل من إمكانياته وأقل مما يستحق، وهذا واحد من الأسباب اللي خلت أموري يبتعد عن ولاية بطيخ. رغم قرار خروجه من ولاية بطيخ هو كان مقرر قبل سنوات من خروجه، مثل أموري دور جاد بمسلسل بنج عام، وبالحلقة اللي اسمها إثبات شرف الناس كلش حبوا أداءه، لكن تبقى
بصمة أموري ما تنسي بولاية بطيخ. هاي كانت بعض المعلومات اللي جمعناها حول خروج أموري من برنامج ولاية بطيخ، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة. واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.